لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. انت لم تلاحظ، خليني من جبهة الناس هذم اللي يسموا روحهم الحركيين اللي رافضين هذا المسار ولا يعترفوا بشرعية الرئيس، تبون ولا شيء، نحيهم لي من الطريق. نتكلم فقط على الجبهة التي آمنت بهذا المسار، اللي شارك فيهم الاستفتاء واللي ما الانتخاب 12 واللي ما كاين اللي ما شاركش وهو مامن بهذا. هذا اصلا انقسموا، انت الجبهه يا ايها الرئيس، الجبهه التي معك انت قسمتها، انت قسمتها بهذا الطرح. الجبهه اللي معك اترك لي الجبهه اللي مناهضه لي، انت الجبهه اللي معك انت قسمتها. بكره وصلنا الى الاستفتاء، أنا مجزم لك بأن الناس اللي رافضين الاستفتاء سيشككون في النتائج، حتى إذا جاءت ابن عم يقول لك لا فيه تزوير، وينجح الآخر الجبهة اللي معادية ليك بكسب كثير من الأطراف من الناس اللي مصدقينك راح يمشوا معه. إذا هذه، هل هذه استراتيجية سياسية ناجحة وذكية؟ لا. أنا أدرك أنه هذه من المفروض من يفكر فيها، هذا يفكروا فيها المستشارين تاع الرئيس، المستشارين والناس اللي خططوا. أين المخطط اللي خططوا وراهم؟ أنا كي نشوف دول أخرى مثل تركيا وغيرها، تشوف الناس اللي دايرين بالرئيس كيف يخططون، كيفاش يكسبوا في المعارك الإعلامية، كيفاش نحن أي المعارك الإعلامية تعرف تهين في الدولة. انت تجيب نيويورك تايمز مراسلها اللي هنا في باريس يدير تحقيق على الجزائر، تروح تقراه لم يخدم الجزائر في لا في شيء، ما خدمهاش اصلا، بل انه اضر بها. بعد جي يطلع رئيس الجمهوريه في الاوبينيون صحيفه تخرج تطبع 45,000 نسخه او شيء، ويطلع معاها عن طريق الكونفرنس، انت رئيس جمهوريه، من المفروض لما تطلع في فرنسا تطلع في لوموند ولا لوفيغارو مع الصحف الكبرى، تطلع في مع القنوات الكبرى في حوار خاص، يجيك هناك ويجري معك حوار، ماهي بهذه الطريقة يستقبلك ويدير معك كذا ويحطها في اليوتيوب ويحطها كذا. انت بهذه الطريقة أيها المستشارون الإعلاميون يقول ما هذا الغباء، رئيس الجمهورية ما لازم يفكر في كل شيء، المستشارين الإعلاميين نتاعو وين راحوا؟ الأخرى هو مريض، والأخرين أنت جايب لي مستشارين إعلاميين والله العظيم كانوا يخدموا في صحف يكذب، بينهم اللي دار معايا حوارات وكذب علي، وأنت عامل مستشار في رئيس الجمهورية وهو لم يكن عنده تجربة حتى قبل، حتى الخدمة الوطنية ما أدهاش، على الأقل يقضي أيامات يعرف شؤون السلطة، لم يحتل يعني لم يخدمش نهار في منصب، تجيب ديروا مستشار إعلامي لأنه كان يخدم في صحيفة ولا كان يكتب في مقال، كل يكون 1,100 كتاب، لأن المستشار الإعلامي لازم أن يكون له خبرة في الإعلام وفي السياسة وفي الألعاب الكل، عنده خيوط، عنده علاقات في وسائل الإعلام. أنت حد هذا من اللي يجوا راهم مستشارين إعلاميين عندهم علاقات فقط بالإعلام الفرنسي. انت لما يظهر الرئيس يريد ايه نيويورك تايمز جاي راك استضفت الصحفي تاع نيويورك تايمز، وبعد راح التقى مع الجنرالات والتقى مع شنقريحه ورئيس الاركان، عجيب يستقبل صحفي يقول له الجيش لا يعمل في السياسه، بعد يومين تطلع مجله الجيش شوفوا وش يقول، وتلقى الصحافه الجزائريه تروج لها بطريقه والله العظيم كانها شو مجلة الجيش، التعديل الدستوري سيجسد طلعات الأجيال في بناء جزائر جديدة، هذه سياسة. مجلة الجيش تعديل الدستور يحمل في طياته عديد المسائل التي تعالج مشاكل المواطن، هذه تزكية للدستور، ماذا لو قال غضو الشعب الجزائري قال لهذا الدستور؟ هاي تخيلوا، لو قال لا لهذا الدستور. يقول لهذا الدستور لا، معناها مجلة الجيش؟ مجلة الجيش معناها قال يا المؤسسة العسكرية، شوفوا تعديل دستوري يفتح للمواطن أفق الأمل، الفاتح نوفمبر انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات، معناها قبل أول نوفمبر ما كانتش جزائر حقيقية،
ولها جزائر جديدة ولا متحررة من المظالم والمفاسد والسلبية. علاش سكتوا في ذلك الوقت؟ علاش سكت يا شنقريحة والجنرالات اللي معك مادام كانت هذه تقر؟ إذن هذه المجلة تجيش تديركم. شوف الفاتح نوفمبر يوم تكون فيه الانطلاقة الحقيقية لبناء دولة قوية مهابة. يعني هل 50 سنة هذه منذ الاستقلال، هل هذه المدة كلها منذ الاستقلال معناها ما كانتش جزائر قوية ومهابة؟ معناها كل اللي كانوا يقولون في ذلك الوقت منذ وسيدي منذ أنا في السبعينات من جدتنا وأنا نسمع بأن الجزائر قوية ومهابة يكذبوا علينا. يكذبوا علينا. مجال الاستفتاء الأولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب. علاش أنا لا أدري، هذا كاتب المقال، هذا كاتب المقال هذا، وأظنه غجاتي، أظنه غجاتي، وغجاتي أعرفه شخصيا، هذا العقيد غجاتي اللي دفعته كلهم جنرالات، هو مازال عقيد لا للأسف الشديد، وأعرفه شخصيا، ولما كنت في الجيش كنت أتردد على مجلة الجيش وكنت أكتب فيها أصلا. على كل حال هذا الكلام فيه إضرار بالمؤسسة العسكرية، إضرار بالمؤسسة العسكرية، فيه ضرب لمصداقية الكلام اللي يقوله فيها شنقري نيويورك تايمز. في نيويورك تايمز يقولهم الجيش ما عندوش علاقة بالسياسة، وهنا كل كلام سياسة. أنت مجلة الجيش تتحدث باسم الجيش، وش دخلك، وش دخلك في في, في استفتاء الدستور؟ أي معليش الجيش يعمل بيان يقول بأن الجيش يضمن السير الحسن في ظروف آمنة ومستقرة. من المفروض هذه تديرها وزارة الداخلية، من المفروض هذه تديرها وزارة الداخلية، ما يديرهاش. شنقريحة راهو رئيس أركان، رئيس أركان يعني منصب عملياتي، من المفروض ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يروحش حتى إذا تكلم في نيويورك تايمز يتكلم في شأن عسكري فقط، ما يتكلمش في شأن تعديل الدستور وكذا كذا. نيويورك تايمز تقول أنه يجتمع مع الرئيس مرتين في الأسبوع. ما هو معناها مجلة الجيش هنا تسيء للمؤسسة العسكرية، تسيء للمؤسسة العسكرية. من المفروض مجلة الجيش، الجيش الوطني الشعبي وقيادة الأركان تعاقب هذا اللي يكتب هذا المقال. وش دخلك أنت مجلة الجيش تزكي هذا الدستور؟ هاي قالوا له الجزائريين لا، قالوا الجزائريين لا، معناها الجزائريين رفضوا الانطلاقة الفعلية، معناها الجزائريين رفضوا هذا الدستور اللي تمدح فيه مجلة الجيش بهذه الطريقة. هاي قالوا الكلام، أنت الرئيس وتقول بأن هذا الدستور تم كتابته والشعب هو السيد، يقول عليه لا ويقول عليه نعم، علاش تمدح فيه أنت كمؤسسة عسكرية؟ من المفروض تكون حيادية، ما عندكش علاقة تكلم هذه الأمور. من المفروض هذا النخب والأحزاب السياسية والمجتمع المدني اللي يتكلم عليها، حتى معليش حتى الحكومة، وما من المفروض وزراء في مهامهم ما يروحش يزكي هذا الدستور. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.